محمد، أفضل تجربة إلك بمسيرتك؟ أفضل تجربة؟ محلية، ما أتحدث بالتجارب الاحترافية. بالدوري وين ارتاحت؟ معايا نادي زوراء. أفضل تجربة إلك؟ وين زوراء؟ شنو الفرق؟ ليش هاي أفضل من ال... لا ماديات ولا شيء، أحكي كراحة نفسية. راحة نفسية ارتاحت بالزوراء. من يا ناحية؟ جمهور، إدارة، كلعب وكجمهور. ها، لعبت موسمين أخذت فيها دوري وكأس، إنجازات. وثاني شيء الجمهور هو يسوي دعم للعب، جمهور الزوراء يسوي دعم للعب. جربت موسمين كنت وياهم يعني الحمد لله والشكر، فتوفقت فيها وأخذت إنجازات فيها. جربت الاحتراف الخارجي طبعاً أنت محمد، بس فترة قليلة. قليلة. ليش ما استمرت؟ أنا اللي رجعت سبق وعنها. اللغة؟ أي أنا اللي رجعت. فقط اللغة. يعني. زين. عندي أسئلة سريعة. كون الله لحق عليها.